ايوه يا فندم، البوابه هنا معطله وعماله تزمر على كل الناس، ده حتى بتزمر لي انا شخصيا. لو تسمح لي يا باشا، انا فني وعندي خبره في الاجهزه وفي الامن وممكن اساعد عادي. معاك شهاده خبره يا ابني؟ لا نسيتها في البيت يا باشا. بص انا كنت حابب اساعد مصر، بس ما دام مصر مش رايده خلاص. لا رايداك، بس شوف لنا حل في البوابه دي. طيب حلو ده. مبدئيا بقى فضلي كل الحته دي عشان ما بعرفش اشتغل في العشوائيه دي، وبحب وانا شغال اسمع اغاني. ممكن تشغل لي الشارموفرز؟ لا انا كده ممكن اقل منك واسمعك كلام مش هتتخيل اللي هو يطلع من بقى امين شرطه زي. لا متخيل يا باشا متخيل. هات لي بقى عده الكلكه. هوا 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 شاغل قلبي وعيني هوا. اسمحوا لي كلكو انا قلبي شايل منكو. اديني سبته اهو خلاص ما حصلش حاجه، والوضع لسه ما اختلفش في اي حاجه. بنزل وبطلع والعب واركب وكل حاجه. لا 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 مش قرفانه وسعيده، علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا، ولا انتي فاهمه حاجه من اللي انا قاعد بهري فيها. ايه ده حضرتك طيار صح؟ ايوه يا فندم تحت امرك. انا بكتيريا طيار زميلك. فعلا؟ ايوه. اهلا وسهلا استاذ بكتيريا. الحمد لله. حضرتك تبع شركه ايه؟ الفيروز. فيروز مش فاكرها، دي تبع بلد ايه؟ لبناني. الله على الدلع بقى يا ريس. حبيبي طب قول لي، مش عايزين عندكم طيارين؟ يا راجل ده انا لسه كنت هسألك نفس السؤال. بتهزر؟ والله ما بهزر. طب قول لي حضرتك شغال خطوط ايه؟ انا خط المرج الجيزه، يوم ما ببعد بيودوني مصر الجديده. حضرتك طيار؟ ايوه. زميلي انا؟ ايوه. بفيزبا؟ ايوه. طيب استاذنك الحق الفيزبا بتاعتي بقى. اتفضل ربنا معاك. يا تافه. ليه؟ اتس جو ليتس. يا نهار اسود، ايه ده؟ جينا جوني بقت مضيفة ولا في ايه؟ ايه الزحمة دي؟ هاي هاي. اي لاف يو. وات؟ تعالي بس عايزك في حوار. وات يو وات؟ تعالي. وات يو وات؟ تعالي بس يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المأذون فين يا باشا؟ المأذون ايه؟ مش ده قسم الجوازات؟ أنا عايز أتجوز مارجريتا. فين باسبورك؟ أهو. فين؟ يا عم ارسلك على حتة. ايه؟ ما تدونيش الباسبور يلا. ليه؟ تعالى يا ابني لا يا عم عايز اتجوز. تعالى. يوه اركب. اركب. عايز تتجوز مين؟ مارجريتا. هتتجوز بيت زهبل وسادة كمان. يخرب بيت دماغك، امسك كويس. اتفضل يا باشا خلاص مربوحة. على الله بس اجربه. ماشي. نهار اهلك طين معايا، ايه اللي انت نيلته ده؟ يا باشا يا باشا ده عشان البوابه ما تتقلبش بيك، وفي نفس الوقت تفتيش ودعاء، يعني في ثواب. انت بتهزر يالا؟ لا يا باشا والله ما بهزرش، بس انا بفهمك. ايه ده؟ دي هدوم يا؟ يلا يا عم يلا. يا باشا التلات كائنات الغريبه اللي كانوا معانا جروا جوه. اظن كفايه لحد كده، مش عايز اي حد يتحرك لغايه ميعاد طيارتكم لما يجي، والا. لا يا باشا الله يحبك مفيش داعي للكلام ده خالص، احنا كده كده ماشيين وسايبينها لكم مخدره. يبقى احسن. الله يحبك. ايه ده؟ معقوله؟ انا مش مصدق عينيا. انا مش مصدق وداني. ايه قله الذوق دي؟ استاذ حسين فهمي تعرف تسكت خالص؟ بعد اذنك يا استاذ حسين. راح فين؟ جبل الشقاوة. والله العظيم حسين فهمي يا جدعان. اختطاف نادينا بعوف ابنة سيدة الأعمال صفوة القلوب. مكافأة 1,000,000 جنيه لمن يعثر عليها. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ على السادة الركاب المسافرين إلى مطار روما التوجه إلى بوابة رقم 7. شكرا. طيارة. طب والمليون؟ مش هنضيعهم يا صاحبي. لا نادينا.